لماذا لا يمكن لموسكو تعويض خسارة البارجة العسكرية موسكوفا ضرت القوات البحرية الروسية؟ الإجابة في نص اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936. موسكو لن يكون بمقدورها استبدال موسكوفا ببارجة أخرى من طراز سلافا الشبيهة. خسارة موسكوفا خلق فراغا في الجنوب الأوكراني الذي جعلته القوات الروسية مؤخرا محور العمليات العسكرية. هذا الفراغ لن تستطيع موسكو سده بسبب اتفاقية مونترو التي تمنع تركيا بموجبها السفن البحرية من دخول البحر الأسود. تمتلك روسيا سفينتين أخرتين من الفئة نفسها، وهما المارشال يوستينوفا وفارياغ، وتخدمان مع أسطول روسيا الشمالي وأسطول المحيط الهادي على الترتيب، لكنها غير قادرة على استدعائهما.